إذن مشاهدينا، متابعة لملف زواج الممثل الأمريكي جورج كلوني من المحامية اللبنانية أمل علم الدين، كان لنا لقاء مع والد أمل السيد رمزي علم الدين فور وصوله من إيطاليا، وكان تحدث لكاميرا اليوم عن تفاصيل الزفاف وعن شخصية أمل وجورج كلوني وانطباعاته عن هذا الارتباط. التفاصيل في هذا اللقاء لساندرا سعد. هو لأن تعرف عليا بإيطاليا، أول شيء قرروا إنه يعملوا العرس بإيطاليا، وأنا كنت إلا إنه ما رح تتزوج لأن ما رح تلاقي حدا يعجبها، ودليل إنه هو منيح إنه عجبها لأمل مع كل تواضعي عن أمل، لأنه ما رح تختار مين ما كان. بعدين هو منه قليل كمان ذكي، يعني لقاها لأمل وبسطوا، والحقيقة بحبوا بعض كتير كتير. أنا بي وأمه كتير 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 حبيتهم، بعرفهم من قبل صرت. بيو يعني بيشبهوا كتير هو جورج، وأمه كتير حبوبي، وعائلتهم وأصحابهم كتير حلوين كل ما. نسبة لتقاليد، يعني إذا بدك التقاليد الشرقية بلبنان كيف بنتعامل، هل صار في تصادم بين الحضارات؟ ما في تقاليد مختلفة، نحن عايشين على كل حال أغلب حياتنا برات لبنان، وعندي تقاليد أنا بضيعتي وبالمحيط تبعي اللي كلها فاتحة أوبن على كل العالم. بعدين ما بياخذوه إنه منه لبناني أو منه عربي ولا منه دينه مش مثل ديني ولا شيء، بياخذوه كشخص وحبيته كثير وبحطه بقلبي وبنص العائله تبعي. يعني كيف هي شخصيه امل علم الدين؟ هي بتعطي، بتعمل اللي بدها اياه بطريقه ناعمه، ما بتاذي حدا، قد ما هي يعني نفسيتها طيبه وراسها معبى ذكاء. يعني بعدين سالتيني قبل عن جورج والعرس. مثلا انا حكيت بالعرس وعدة ناس حكيوا، اصحاب وقرايب واهله ومرتي. هو حكي كلمه واحده بالاخر، قال ما له طعمه كل هالعرس لو ما انتم موجودين. يعني شوفي قديش متواضع، شو انه مش هو المهم، انه الجث المدعوين هن المهمين. تعرفت عليه أكثر من مرة، على يومين ثلاثة قبل ما تنعت أنا، بس هلا يعني بحسه قسم من العائلة، يعني كثير كثير قريب. بالنسبة للإجراءات الأمنية اللي اتخذت للعرس، شوف مجبور، يعني ما فيك تخلي المصورين والصحافي يفوتوا على شيء هالقد شخصي، بس هو ما بيكره الصحافي كثير، مثل ما نحن بنقول همشري، يعني قريب للقلب. بس انه هلا محل ما بده يروح بده يلحقوا ناس، صار صعب، يعني عيشتهم منا هينه، بده شوي يكون عندهم ان شاء الله خلوها تقدر تشتغل يعني وتقوم بمهاماتها الجديه. يعني ما رح تطول بشهر العسل لان عندك شغل. قد ايه فخور انت فيها اليوم؟ اليوم ومبارح وبكره على طول فخور فيها، لان قلت لك من هي صغيره فخور فيها وهلا فخور فيها اكثر. خفت شيء من فارق العمر بيناتهم؟ لا ابدا، ما بتفرق بالزواج. يعني في ناس كثير بيتجوزوا 10 12 سنه، اذا كان 3 سنين زياده ومتفقين مع بعض بنكون 20 سنه زياده. هلا كل العالم اذا بدك ناطره تتعرف من عند مين نقيت فستان العرس، يعني انا بقدر احكي لك عن البناطلين والجاكيتات، بس فستان العرس ما بفهم فيه. وانت مشيتها يعني؟ ايه طبعا طبعا، ومرنت زندي وقالت لي بحب زندك، ومأكده انا مشيتها. بس انه ما كنت مأثر، يعني انه بس انبسطت، حسيت انه عم سلمها لحدا اهل لتكون معه الحقيقه. شكرا لك على استضافتك لنا كمان اليوم. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا.
إذن مشاهدينا تابعنا هذا اللقاء الخاص مع السيد رمزي علم الدين والد المحامية أمل زوجة جورج كلوني. وطبعا لا تزال أصداء هذا الزفاف يعني تتفاعل في بيروت، ومتابعة هذا الحدث والتعليقات حوله تملأ صفحات مواقع التواصل الاجتماعي طبعا حول هذا الموضوع.